بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. من الأمور الغريبة في النظام الأمني في الجسم إنه مبني على أساس الخطوط الدفاعية المتوالية، يعني ما فيش خط مركزي واحد زي ماجينو أو زيكفريد أو بارليف إذا وقع تنتهي مقاومة الجسم وتنتهي الحرب، لا، إنما فيه نظام الخطوط الدفاعية المتتالية. إذا الميكروبات اخترقت خط تقع في خط نار تاني، إذا اخترقت خط النار التاني تقع في خط النار التالت، إذا اخترقت خط النار التالت تقع في حفرة أو كمين أو ينفجر فيها لغم، إذا اخترقت خطوط الألغام تبتدي تخش في خط آخر وتنطلق ضدها الأسلحة الكيماوية وتشتبك مع الكوماندوز خط ورا خط ورا خط. عشان كده ربنا خلق دورة موازية غير الدورة الدموية، دورة موازية اسمها الدورة الليمفية، برضو فيها أوعية وفيها دورة ليمف وفيها خلايا ليمفية وفيها نبض انقباضات وحركة. الحكمة هنا ان يبقى في خط دفاع تاني موازي للدم، وايضا حكمة اخرى هو ان يكون هناك مجرى خاص للدهون بدل ما تصب الدهون مباشرة من الامعاء في الدم بعد اكلة دسمة، جعل لها دورة اخرى وسيطة بين الامعاء وبين الدم، هي الدورة اللي فيه. فالدهون تمشي في الطريحة، طريحة الأمعاء في أوعية ليمفية، وتتجمع هي والليمف اللي طالع من الرجلين والبطن، وكله يمشي في قناة كبيرة في الصدر، قناة ليمفية دائما في حركة صاعدة بالشكل ده، بياخد تلت ساعة الليمف عشان يجي من الرجلين لغاية ما يطلع يوصل للقناة الصدرية في اتجاه واحد لفوق، ممنوع الاتجاه العكسي، والمنع ده عن طريق صمامات خاصة في الأوعية الليمفية بحيث انه يسمح بالمرور لفوق ويمنع المرور لتحت، وهي حركة تساعد عليها انقباضات خاصة في الأوعية الليمفية وانقباضات العضلات حوالين القنوات الليمفية ونبض الأورطة، كل ده بيساعد على الحركة لفوق لفوق لفوق، يفضل الليمف طالع في القناة الصدرية لغاية ما يوصل لأعلى الصدر وبعدين يصب في وريد كبير في أعلى الصدر ويتوزع بعد كده الليمف بمحتويات الدهنية على الدم بانتظام. في الواقع عزل مجرى الدهن عن مجرى الدم ما بين الأمعاء لغاية الوريد العلوي في الصدر كان مسألة مهمة جدا. ليه؟ عشان ردود الفعل الأكلة الدسمة، الناس اللي غاويين اللية واللي غاويين اللحمة المدهنة واللي غاويين يأربعوا أنواع الدهون المختلفة واللي غاويين زبدة واللي غاويين الحاجات الدسمة دي، هتكون نتيجة إيه؟ لو كان الأكلة الدسمة دي بتصب على طول في الدم كان هيبقى فيه هجمة غير محسوبة بتيجي فجأة كده من الأمعاء للدم على طول، وإحنا عارفين إن ارتفاعات الدهون في الدم، الارتفاعات الغير محسوبة ممكن يبقى لها أضرار، ترسب الدهن في الشرايين والجلطة والذبحة وتصلب الشرايين وكل الحاجات دي. فربنا جعل مجرى الدهن منفصل لوحده، عمل له دورة بسيطة بحيث ان هي الأكلة الدسمة الأول ما تروحش للدم مباشرة، لا، تصب الأول في
قنوات لبنية في طريحة الأمعاء اللي هي القنوات الليمفية دي، وتتجمع هي والليمف اللي جاي من الرجلين وجاي من البطن، ويطلعوا في مجرى خاص بيهم في قناة الصدر الليمفية دي، والآخر خالص فوق عند أعلى الصدر يصبوا في وريد دموي كبير، فينزل بعد كده الدهن بانتظام، يتوزع بانتظام وعلى راحته، ما يبقاش على طول من الأكلة للدم. تمام، زي ما تيجي تحط موزع بين مجرة ومجرة عشان تنظيم ال، وعلى طول مجرى الليمف فيه غدد ليمفية. الغدد الليمفية دي هي في الواقع ترسانات للخلايا الدفاعية، خلايا الكوماندوز والصعقة والخلايا الملتهمة في المحطات دي أو الغدد الليمفية. والغدد الليمفية هي الحيل اللي بيطلع، يعني تبص تلاقي الواحد اتجرح في صباعه وحصل التهاب، يقول لك حسيت بوجع هنا وحيل وتورم في الباط، أهو دي الغدد الليمفية، تورم الغدد الليمفية. أو الواحد يبص في دراعه كده يلاقي خط أحمر، أهو ده الخط الأحمر ده هو التهاب المجرى الليمفي أو الأوعية الليمفية. كل دي علامة خط دفاع حصل بعد ما حصل الجرح، هنا الميكروبات دخلت ابتدى المعركة تحصل بطول الوعاء الليمفي، وبانت أثرها على الغدد لما تورمت عشان ترمي في الساحة خلايا صعقة وكوماندوز وخلايا ملتهمة عشان تحارب الميكروبات الداخلة. فتكون النتيجة ان الواحد يحس بالورم ويحس بان في حاجة بتألمه في الباط، ده بيسموه الحيل. احنا قلنا قبل كده عن حكاية الدورات، وان الكون كله في نظام الدورات دي، يعني دورة دموية، دورة ليمفية، دورة تنفسية، وبعدين دورة فصول.